الحمد لله. طيب وين تشوف ترتيبك بين المجموعه؟ والله بصراحه كيف بالضبط ترتيبك بين المجموعه؟ فصل سؤالك. يعني الشباب الله يعطيهم العافيه احجزوا المراكز خلاص، تمام. اللي قال انا الشعر، واللي قال عدوا من واحد الى ثلاثه انا خذيت الاول، واللي اخذ نجم الجمهور، ما ادري ايش بقى. الاول تتوقع انك قادر تاخذ الاول؟ اي نعم، كفو والله. تحتاج احد يدعمك هنا او لا، فاضل يثبت وجود نفسه. الأول. فاضل ما اثبت نفسك الايام اللي راحت؟ لا الحمد لله انا اثبت نفسي طال عمرك. وراح اقدم عندي بعد زياده، اقدم عليها واثبت نفسي. في مجال الاعلام دائما الواحد يطمح للافضل. نعم، يطمح للمزيد. اليوم انتم من الساعه 8 الى الساعه 2، يعني ما في ذاك الحضور اللي اقول والله ممكن حضور لافت او شيء، يعني ممكن نراهن عليه. انتوا قلتوا احنا راح نكسر الارقام وراح ننسي الناس النسخ السابقه. صحيح. الى اليوم ما في. فانت الان مشحون، تتوقع اني انا ضدك في النهايه؟ انا يهمني نجاح النسخه. صحيح. بالعكس صحيح. انا موجود فيها على عيني وراسي. انا بقول لك لو تقول ان النسخه هذه ما هي ناجحه، تثبت لك الارقام وتثبت لك جماهير الشباب هذولهم كل ابوهم كلهم يثبتون لك ارقام جماهيريتهم وجماهيرية جمهورك. سم جمهورك جمهور يثبت بعد. انا توي انا في طور الانشاء في رحله جديده بالاعلام. كويس، يعني الشباب قدروا انهم يكونون جمهور، انت ما قدرت. ما هو قصه زي كذا. أجل. انا الشباب سابقيني برحله الاعلام كلهم. انا اعلامي في طور الانشاء ورحله جديده مع الاعلام. انا جاي للواقع لكي يضيف لي، ما اضيف له. هذا اللي عندي، عرفت؟ انت ما راح تضيف للواقع، انت تتوقع لا انت انا شخص خاضي ما عندك اي شيء فجيت للواقع. لا شخص لا، فالواقع راح يضيف. لا تصيد بالماء العكر. انا راح اضيف للواقع اكيد. ايش راح تضيف للواقع؟ راح اضيف كاريزما شقران الشمري، عرفت؟ وش الكاريزما؟ وراح اضيف كل شيء اقدر اسويه. وش الكاريزما؟ سم؟ وش الكاريزما؟ اللي انت تشوفها. انا ما شفت الا سكوت وشخصيه هاديه جدا وتنتظر الاذن من اخوياك انك تتكلم فقط. غير صحيح. هذا اللي شفته. خلني اقول اثبت لي العكس. انا اخصائي نفسي ما ينرفزني كلامك. اعرف الادمي من عيونه ومن بسمته. ايش رايك في عيوني؟ جدا جميله. عرفت؟ ففاضل راح يثبت نفسه. طب ليش تتوقع اني انا ابي انرفزك؟ انا ما ابي لك الخير؟ الا تبي لي الخير. هل تشك في محبتي لك؟ ما اعرفها. صدق؟ اي والله ما اقدر. المفروض عرفت. لا انت عرفت اني ابي انرفزك ولا عرفت اني احبك او اكرهك؟ اي هذا الحب خفي. بس نظرات العين واضحه قدامي، انا ما اقدر افتح صدرك. نظرات العين مش واضحه. سام ابتسم لك وعيوني كلها حب. نظرات خداعه. صدق؟ وابتسامه شرسه جدا. طيب ايش رايك نروح لعبد الله؟ نروح لعبد الله. عبد الله تفضل. كيفك؟ بشرك. طيب ايش رايك في كلام فاضل؟ كلامه في متمه. وشو كلامه اللي في متمه؟ حدد. قال كلام كثير. كلامه اللي في متمه يا هو يفرض نفسه ويفرض هيبته وشخصيته والكاريزما اللي هو يقول. راح تقدر يعني